عاملة ايه؟ اخبارك؟ صحة طيبة. نسأل سؤال بسيط كده، صلاة المغرب كم ركعة؟ 3 و2. مبروك عليك. حقيقة لا خالص، هو ده سؤال. هو ده السؤال. شفتي بقى حضرتك كنت خايفة ازاي؟ ما شاء الله. شفتي سؤال سهل جدا. ما شاء الله، الله يعينك ويصلح حالك. كل سنة وحضرتك طيبة. طيبة. وعيد سعيد على حضرتك يا رب. وحاجة بسيطة جدا. تعالوا اشربوا حاجة بقى. هتيجوا سبعة. ادعي ادعي لي دعوه كبيره كده حبيبه قلبي. انت منوره الدنيا كلها حبيبي قلبي. مش عايزين اي حاجه من قلبك. الله يخليك يا رب، يخلي حضرتك يا رب. يا رب يخليك مع الف سلامه. شفتوا بقى بعد كده، تشوفوني بقى وتتابعوني. ياسمين اسطور، انا متابعاكي على النت اصلا على طول حبيبتي. والله العظيم مش عايزين اي حاجه. الله يبارك عليك. الحمد لله زي الفل. تمام. انت سنانك فين؟ سنان يا راجل سنانك. انت زي العسل. اه 62 سنه. ما شاء الله ما شاء الله 62. والله ما باين عليك. والله ما باين عليك. ده اللي يشوف لنا يدينا من 60 سنه. ربنا يديك في كل عمر. الله يخلي حضرتك يا رب. الله يفرحك ويا رب يخليك الحمد لله. الله يكرمك وتفرحي وتعيشي. اللهم امين يا رب. اللهم امين. وطول في عمرك. الله، ايه الكلام الحلو ده؟ الله يصلحك. كلام العسل ده. انت اللي عسل. انت اصلك بقى من البلد هنا ولا من هي دي بلد؟ دي اسمها ايه البلد دي؟ اسمها كفر البستان. كفر البستان. الشباب هنا بتشتغل ايه؟ اهل بعض. اللي بيشتغل نجار، واللي بيشتغل فلاح، واللي قاعد. اللي قاعد انا ما بشتغلش. هسألك بقى سؤال بسيط كده. اتفضل. ايه صلاة العيد كام ركعة؟ صلاة العيد ركعتين. ركعتين؟ يلا مبروك عليك، هات العمونة دي. عيد سعيد على حضرتك يا رب. حاجة بسيطة جدا كده. كل سنة وانت طيبة. يا ربنا يدي لحضرتك الصحة يا رب. مش عايز أي حاجة؟ أنت راضية أوي يا رب. والله. أنت راضية، ده أحلى حاجة الرضا صح؟ أحلى حاجة في الدنيا. أه والله. لما الواحد يكون راضي كده دي حاجة كبيرة جدا. والله العظيم. الحمد لله. وأنت راضية. انت عندك كام عيل؟ عندي 3. جوزتيهم ولا لسه؟ اتجوزت. جوزتي 3. وقاعده لوحدك بقى دلوقتي؟ اه. وراجل ومات كمان. وانت راضيه؟ الحمد لله. عيالك بيجوا لك ولا لا؟ لا عندي اهو ولاد ولادي. طبعا رضا. اول طبعا ده احلى حاجه في الدنيا الرضا. والله العظيم احلى حاجه. لا احنا عاوزين اكون حد زي حضرتك كده راضي، دي بالدنيا كلها. احنا عاوزين اكتر من كده. مش عايزين اكتر من كده. مش عايزه اي حاجه خلاص. والله ما انا عاوزه اي حاجه. مش هتطلع عمره؟ لا طلعت والحمد لله. وطلعت عمره كمان. ايه الناس الحلوه دي؟ والله بصي انا مش هسالك سؤال. انا مش هسالك سؤال. انا مش عايزه اطلع عمره. انت مش مهم. انت مش مهم اسالك سؤال. انت كفايه عليكي ان انت راضيه. كل سنه وانت طيبه. طيب ربنا يديكي الصحه. بنت ابني من مين بها ولا؟ بنت ابنها عندها سلامتها. ودي لبابا. ما انا ما بتاخدش معاش ليه؟ والله بوفي. بتروحي تعملي فين؟ دمياط. دمياط؟ تبع ايه دمياط؟ بتروحي فين؟ بتروحي فين المجلس ولا بتروحي ايه؟ بنروح المجلس. بتروح الشؤون هنا بترفضك. الشؤون بترفضك بتبعتك دمياط؟ لا بتبعتك دمياط عند مين؟ ازاي مش متفقين؟ والله انا مش معاكي ورق؟ معايا ورق. والله ده انت عسل يا مريومه خالص. عايزين بقى نشوف لها طريقه. شؤون؟ شؤون. عايزه الشؤون بتاعت بلدكم هنا. اه. بيروح لها يقول لها لا. يقول لها شؤون مريومه. والله مش مستحق. يقول لك يا بابا مش مستحق. والله انا عامل عمليه كده ولا بقدر اشتغل. تعالي لنا كل يوم. حاضر والله. بس تعالي لنا كل يوم كده. ايه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ عايز واحده؟ ايه. انا هسالك سؤال لو جاوبتيني هديك واحده. 5 في 5 بكام؟ محدش يقول. انا غلط مش هتاخد. بالسؤال ليه؟ بالسؤال ليه؟ سؤال صعب جدا. ربنا يديك سنه 5. اه بطل ما غاب. جدك ابو جد مامتك اسمه هديان. اه ابو جد مامتك. السؤال الصعب ده انا محرجه مش عارفه اجاوب. اه جدك ابو جد مامتك اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انت برضو ايه؟ انت ما جاوبتيش. بس انا هفرح. يلا كل سنه وانت طيب. طيبين يا حبيبي. يا رب. والله يا حبيبي انا هجيب لك واحده من غير اي حاجه. انا اصلا هجيب لك واحده. بس انا برضو عايزه اسالك سؤال. انت بتحبيني؟
حبيتني؟ حبيتني قد ايه؟ قد كده طب هات له حضنها قد كده، هات له حضنها قد كده. بصي بقى اسالي ده كده سؤال، اسالي في القران، اسالي ده في القران كده، اسالي ده قولي ماما بقى كل سنه وانت طيبه. قولي ماما كل سنه ربنا يكرمك. اسمعك حاجه في القران كده، سمعني يا حبيبي، يلا سمعني سوره الكهف. فلك الفتح والفلك. طب سمعني سوره الفلك يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عصب رب الفلق، وسلم حرم وصلح سكن إسا وقام، وصلت مثل زاد من عقام، وصلح سكن إسا. الله شطور، ايه ده؟ ده احنا نسقف له بقى كلنا. الله يلا شطور، هاتلي بقى يلا نجيب له الجايزه بتاعته. حبوسه يلا ادعوا لي بقى يا جماعه، ادعوا لنا بقى. كل سنه وحضرتك طيب، وعيد سعيد عليكم يا رب. طيب وحضرتك طيبه يا رب. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا سمينه؟ اه يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك والله، متابعاك على طول، بشوف عودك ما شاء الله، عودك حلوه ما شاء الله. حبيبتي ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا رب، اللهم امين يا رب. كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه. انا حضرتك انا فاتحه قناه، لو حضرتك طالعه عليا فيها انا فاتحه قناه عليك. بس كده عيوني ليكي والله، بس كده دايما انت عايزاه. انت خلاص اسمها اكلات نسوه. ازيك يا حبيبتي، يا رب يوفقك يا رب، وعيد سعيد عليكي يا رب. امين ان شاء الله اللي انت عايزاه، انا عيوني ليكي والله. تسلم يا بابا، نفسي بس قناتي تشاف شويه عشان تحقق ربحي باذن الله، يعني ان شاء الله كده مع زوجي في المعين. ان شاء الله والله العظيم. بص ان شاء الله ربنا يكرمك، وانا عيوني ليكي واللي انت عايزاه كله والله. تسلم يا عم، ربنا يوفقك يا رب كل حاجه. وعيد سعيد عليكي يا رب. امين يا رب. ودي حاجه بسيطه مني ليكي بس، ملوش لازمه والله. لا ابعت لنا بقى اللينك ان شاء الله. ماشي. احنا نقلنا خلاص، احنا بقينا في الشرباص. هفرحك ازاي بقى؟ عايزة افرحك. لا ما انت تقولي له افرحك ازاي. لا والله فرحتك ان انا لا انت لازم تقولي له افرحك ازاي. والله فرحتي ان انا شفتك. لا انت تقولي له افرحك ازاي. انا مرة شفتك في الشرباص كنت بكلمك بس ما عرفتش. طب ليه ما كلمتنيش؟ انا قلت بعد العيد هنزل ادور عليك. حبيت قلبي تنوري. انا عارفة ان انا كنت بقيت. اه حبيت ربنا يصحك حبيبي ويوفقك يا رب. العيد الجاي ده تحت صغنونه كده ياسمينة. ايه عارفه انا مين؟ سينا. بتحبي ياسمينة؟ هاتي بصي بقى لياسمينة. لا 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 ل